يواصل المنتخب المغربي تألقه في البطولة الإفريقية التاسعة للكرة الحديدية المقامة حاليا بمراكش، إذ يحقق ذكور المنتخب الوطني ألف سلسلة انتصارات مهمة وبات على بعد خطوات من النهائي بعد فوزه على المنتخب الإيفواري. الحمد لله تمكننا باش نمر الأدوار المتقدمة اللي بقالنا عتبة على النهائي، وإن شاء الله بغينا نفرحوا المغاربة ونتمكنوا باش نربحوا هذا كأس الأمم اللي ماشي سهل، ونتمنوا التوفيق للمنتخب في بطولات الشامبيونات دافريك اللي تاهما غيلعبوا أدوار متقدمة. نو فينون دي رانكونتري ليكيب دو ماروك توت الوغ، ان ماتش سيري، لي ماروكان اي لا فافور دو لور بيي دو لور تيرين. En tout cas, ça a été une belle partie. Nous n'avons pas démérité, mais les Marocains ont pris le dessus. Bravo aux Marocains, bonne suite pour eux. Nous nous préparons pour la prochaine fois. بدوره وعلى نفس المنوال خطت العناصر الوطنية باء خطوة مهمة في هذه المنافسة الإفريقية بعد فوزها على منتخب جيبوتي. استطعنا أننا نهزموا فريق جيبوتي اللي ماشي فريق سهل، لحقاش حتى هو داز الادوار النهائيه، ونتمنوا من الله يوفقنا وما يحرمناش من هذه الكاس هذه الغاليه ان شاء الله اللي منظمه في بلادنا. هذه الدوره ناجحه بامتياز على بلا عدد الدول المشاركه، ولا يعني من ناحيه التنظيم اللي هو في المستوى عالي، انتم كتشوفوا بشهاده الجميع انه التنظيم في هذه القاعه هذه الحله ممتازه. ففي هذه المناسبه كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، ونتمنى ان شاء الله نحصلوا عدد كبير من الميداليات اللي نبقاو دائما في الصداره في الرياضه. وسيكون يوم الاحد ميعادا لتحديد هويه الابطال، فالمنتخب الوطني همه الحفاظ على اللقب، اما سيداته فطموحهن التتويج باللقب لاول مره.